يلا كورة مرتبتنا هناك روزان نصر، نتابع أهم الأخبار زي ما متعودين كل يوم، الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. روزان صباح الخير عليكي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة من موقع يلا كورة، هنروح فيها لأول خبر النهاردة معانا من موقع يلا كورة. نهاية التصفيات 23 متأهلا لأمم إفريقيا. انتهت منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لينجح 22 منتخبا في حسم بطاقات التأهل الخاصة بهم إلى جانب الكاميرون مستضيف البطولة. نسخة الكاميرون ستشهد منتخب السودان من المجموعة الثالثة، المغرب وموريتانيا من المجموعة الخامسة، مصر وجزر القمر من المجموعة السابعة، والجزائر من المجموعة الثامنة، وتونس من المجموعة العاشرة. وكان منتخب كاب فيردي هو آخر المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا بعدما تفوق على موزمبيق بهدف نظيف بالتزامن مع تعادل رواندا والكاميرون سلبياً. من جريدة الشروق، صلاح انتظر اتفاقا جماعيا لمشاركتي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو. فتح محمد صلاح نجم ليفربول الباب أمام إمكانية مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام صيف العام الجاري في العاصمة اليابانية، مشيرا إلى أن التحديات التي تنتظر ناديه الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال، مشيرا أيضا إلى إمكانية رحيله لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني. وقال محمد صلاح في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية: أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور. خبر عالمي من موقع روسيا اليوم، هل يحطم رونالدو رقم دائي ويصبح هداف العالم هذا العام؟ كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي في آخر 4 مباريات دولية مع منتخب بلاده، وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليساهم في فوز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1، وبهذا رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف ليعزز موقعه في المركز الثاني، متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي. ومن المرجح أن ينجح رونالدو في تحطيم رقم دائي أو على الأقل معادلته هذا العام مع منتخب بلاده، من بينهم 3 مباريات على الأقل في بطولة كأس أمم أوروبا المقررة في الصيف المقبل، وبعض المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر. وأخيرا من بوابة أخبار اليوم بالأرقام، إسبانيا الأفضل أوروبيا في التصفيات. بعد انتهاء أول جولتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، تتصدر إسبانيا قائمة المنتخبات صاحبة أكبر عدد من التمريرات الصحيحة والاستحواذ، وذلك وفقا للإحصائيات التي نشرتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبنهاية مباراتي اليونان 1-1 وجورجيا 2-1، جاءت كتيبة لويس إنريكي في صدارة 3 من التصفيات المتعلقة بالاستحواذ على الكرة، كما جاء إيريك غارسيا لاعب مانشستر سيتي على رأس الأكثر تمريرا للكرة بين جميع لاعبي المنتخبات خلال المباراتين. دي كانت أهم وأبرز الأخبار هنا من موقع يلا كورة، شكرا لكم وعودة لكم للاستوديو مرة تانية. وإحنا كمان بنشكرك جدا يا روزان على هذه التغطية، ويمكن الخبر الأبرز اللي اتناقشت فيه يعني 23 متأهل لأمم أفريقيا، لو هنتكلم تحديدا يعني البلاد العربية هم 7 أو منتخبات عربية هم 7، وده مقارنة ب 2019 كان تقريبا 5 وقتها، فيعني أعتقد رقم كويس إلى حد ما. على كل حال إن شاء الله، إن شاء الله برضو نقول يعني النهاية تكون مصرية يا مسهل الحال إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح على